بخطوة الوثب. يحط الرئيس هادي وكبار رجالات إدارته الرحال في المكلا قادمين من العاصمة المؤقتة عدن في زيارة هي الأولى منذ توليه الرئاسة في البلاد، زيارة تقول الحكومة إنها تأتي في إطار الزيارات التفقد للمحافظات المحررة ودعم جهود السلطات فيها لتطبيع الحياة العامة، وهو ما عكسه لقاء هادي بقيادات المكتب التنفيذي للمحافظة فور وصوله. تأتي زيارة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لمحافظة حضرموت هذا اليوم في ظل استحقاقات كثيرة تستحقها المحافظة في إعادة تطبيع الحياة إلى سابق عهدها في كافة مجالات الحياة، وأيضا في مجال البنية التحتية، وإعادة ما دمرته فترة سيطرة تنظيم القاعدة على المكلا ومدن ساحل حضرموت. ومع الحديث عن تعافي حضرموت من وطأة ما تعرضت له على أيدي الجماعات المسلحة التي شبهها هادي بالعدو الذي لا يختلف في الوسيلة عن الميليشيا الانقلابية، يبرز الملف الأمني والعسكري كأهم الملفات التي تنتظر أن يتم حسمها من قبل الرئاسة، خصوصا تلك المتعلقة باستيعاب قوات النخبة الحضرمية والمقاومة ضمن القوام الوطني للمؤسسة الأمنية. النفط هو الآخر يتربع قائمة اهتمامات الرئاسة والحكومة خلال الزيارة في ظل تباينات المواقف تجاه قرارات المحافظ الأخيرة المتعلقة بتشكيل لجان إشرافية وتشغيلية للقطاعات النفطية، ومطالبة الحكومة الإيفاء بوعودها بتخصيص نسبة من عائدات الإنتاج. وبعيدا عن ملف الخدمات، وبالمنظور العام يرى مراقبون أن هذه الزيارة تحمل في طياتها رسائل سياسية للداخل والخارج، مفادها أن الحكومة الشرعية قادرة على التحرك بحرية في جميع المناطق التي تسيطر عليها. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.